انطلقت أعمال اليوم الثاني والأخير لمؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي تحتضنه البحرين، والذي وقف من خلاله وزراء الإسكان العرب على أجدر السياسات العصرية التي طالت مجال الإسكان، إضافة إلى التأكيد على دور القطاع الخاص في مساندة القطاع العام بتوفير مشاريع السكن الاجتماعي وإنجازها على النحو الذي يرضي المستفيد العربي. ما اتفق عليه اتضحت معالمه في نهاية اليوم الثاني والأخير من مؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي تحتضنه البحرين بحضور عربي واسع من قبل ثلة من المعنيين والمختصين في القطاع الإسكاني. تعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي محور قيمت جوانبه بأسلوب يوائم بين آلية إقرار ذلك نظرياً وبينما يتم التوجه نحو إنفاذه عمليا، إلى جانب كيفية تقديم التسهيلات الموجبة لمتنوع فئات المجتمع عبر اتباع نظريات عصرية تقود نحو التسريع من عملية تحقيق متطلبهم الإسكاني. طبعا الشراكة مع القطاع الخاص ستسرع عملية الإنتاج، ستقلل كلفة الإنتاج، وستقلل أيضا كلفة الوحدات نفسها. إحنا يعني من خلال المؤتمر إحنا كنا سعيدين جدا إن إحنا نطلع على أفكار الدول العربية الأخرى، لكن أيضا كنا سعيدين كبحرين إن إحنا قطعنا مجال كبير. البحرين اليوم في الشراكة مع القطاع الخاص هي رائد في هذا المجال. جلسات حوارية قيمة كان قد ضمها المؤتمر، تناقلت فيها آراء عرضت واقع الحال الذي يلازم قطاع التشييد والعمارة في الوطن العربي، متوجهة نحو الإجهار بمكنون التحديات التي قد تبطئ من إتمام المطلوب، لتسترسل الأفكار المشاركة في عرض تجاربها وذكر الاستراتيجيات التي تم تبنيها من قبل دولها والتي أفضت إلى حلحلة ملف السكن الاجتماعي بنسب إنجاز عالية. توفير جميع الحلول الإسكانية المبتكرة أعتقد من أهم الأهداف اللي يركز عليها قطاع الإسكان عموما في العالم أو في الوطن العربي أو في مجلس التعاون الخليجي. أعتقد هي النقطة اللي من أساسها تأتي مشاركة الدول للطلاع على أفضل الممارسات الناجحة، للطلاع على دور الإسكان كنقطة مهمة تعزز الاستقرار للأسر المواطنة. هذه لازم الإنسان يركز عليها في الفترة الحالية أو الجهة تركز عليها والدولة، لأن أعتقد نقطة مهمة. نحن في المملكة عندنا خطط إسكانية كبيرة جدا، هذه الخطط بإذن الله تعالى يعني بدأت في الانطلاق، والانطلاق هذا يعني يحتاج كل الخبرات، فنحن اليوم نستمع لكثير من الخبرات ونشارك الآن كالمملكة العربية السعودية في بعض الخبرات اليوم اللي نحن بنيناها من هذه التجربة. إن تسهيل حصول المواطن على التمويل المناسب لامتلاك المسكن الذي يرتجيه لن يتم إلا إذا بانت معالم شراكات شمولية مبتكرة يقودها الأفراد والحكومات من خلال جمل من السياسات الهادفة التي تجعل من تكوين بيت العمر مهمة يسهل الخروج بمعادلتها بصيغة متطورة حديثة. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.